أول الحاضرين اليوم اعترضوا ورفضوا الوثيقة المسماة إعلاميا بوثيقة السلمي، لأنها أتت مضطربة، يعني مقدمتها تخالف ما فيها من بنود، وتوافقوا على الرجوع إلى الوثائق التي تم التوافق عليها، وهي وثيقة الأزهر، وثيقة التحالف الديمقراطي، على أن حصل توافق واسع حول هذه الوثائق. والمواد التي أقحمت والخاصة بالقوات المسلحة، تم أن الحاضرون أكدوا على الدور الوطني للقوات المسلحة في حماية الوطن وحماية الثورة. قالوا أن القوات المسلحة أكدوا أن لها خصوصية في أمورها الفنية الخاصة بالأمن القومي المصري، وكذلك في مناقشة الميزانيات الخاصة أيضا بالأمن القومي المصري، وأن واثقين أن اللجنة اللي تشكيل اللجنة التي تتضع الدستور ستأخذ في الاعتبار هذا الأمر لما للقوات المسلحة من خصوصية. ولكن في المقابل أيضا أكدوا على أن نحن لسنا بحاجة إلى إعلان دستوري لذلك، لأننا نرى أن الإعلان الدستوري يصادر على الإرادة الشعبية. هل نقدر نسميها وثيقة الدكتور علي السلمي أم وثيقة المجلس العسكري؟ لا، هي الوثيقة أعلنها الدكتور علي السلمي. إحنا من يعني ربما لا أستطيع أن أجزم بذلك، وإنما بعض الحاضرون كانوا بيدوروا على من له يعني مصلحة وراء هذا، فقيل ده كان في الاجتماع الماضي. إما المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما أقحم من مواد خاصة به لم تكن موجودة من قبل، أو أن بعض العلمانيين المتخوفين وهما وهو غير صحيح أن تأتي قوى إسلامية تكون لها أغلبية في البرلمان تسيطر على الجمعية التأسيسية، وبذلك يكون هذا يعني وهم غير صحيح. دول أصحاب المصلحة بما ورد في الوثيقة، لكن لو نحينا هذا ونحينا ذاك، يعني نحينا ما ورد في المعايير، المواد المقيدة في معايير تشكيل لجنة الدستور، والمادة 19 التي أقحمتها على الوثيقة، فبقيت الوثيقة كلها متفقة مع ما جاء في الوثائق.